سعد بخبر أين قامت حصة موعد مع التاريخ بزيارة تلاميذ ثانوية عمر كلالشة كعادتها لتعريف بثورتنا المجيدة وبأهم المحطات الكبرى خلال الثورة التحريرية. تفاصيل معهد بري. حصة موعد مع التاريخ حطت رحالها هذه المرة بخميس الخشن بالعاصمة، وبالضبط بمقر ثانوية الشهيد عمر كلالشة، للحديث عن المحطات الكبرى للثورة التحريرية من 1952 إلى 1962، وذلك بالتنسيق مع وزارة المجاهدين. كما راكم شفتوا كما راكم حضرتوا، نتمنى ان شاء الله يعني حاجة مليحة. نتمنى ان شاء الله احنا على طول العام عندنا خلايا تنشط ونوادي تنشط، منها نوادي، عدة نوادي، منها نادي التاريخ هذا وينا اللي ننظموا فيه زيارات، كاينين عن طريق جمعيات، كاين لمتاحف المتحف او حتى الى مناطق اثار في خلال السنة الدراسية. احنا في هذا الموضوع تعمدنا اختيار هذا الموضوع بما اننا في مؤسسة ثانوية مع طلبة السنة الثالثة ثانوي، اللي حتما راح يكون في برنامجهم التعليمي او المقرر السنوي هذه المحطات اللي رايحين يمتحنوا فيها في اخر السنة. يعني والشيء اللي استحسناه هو يعني مدى تجاوب هذه الطلبة مع هذا الموعد. أخصائيون ومختصون في تاريخ الجزائر ألقوا بدورهم محاضرة للتعريف بهذا التاريخ العريق ومحطات الثورة التحريرية، وذلك بحضور التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا، فهي فرصة لمراجعة كل هذه المحطات باعتبارها مواضيع من البرنامج الدراسي. كنا نعرف القليل من المعلومات، لكن بفضل الأستاذ قد عرفنا الكثير عن أحداث الثورة الجزائرية وعن المحطات التي كانت تقوم بها. بحضور أستاذ مناصرية يعني قدم لنا معلومات استفدنا منها بزاف اليوم، وقدمنا موعدا آخر من مواعيد التاريخ في إطار توعية شبابنا وتوعية الجماهير بالمعرفة التاريخية، خاصة الحركة الوطنية والثورة الجزائرية. هي مبادرات تستحق الدعم للتعريف بتاريخنا المجيد في كل حصة من موعد مع التاريخ.